يلا سيبيه. ايه يا اخي يلا سيبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه كوريا؟ الحمد لله على السلامة كوريا، ليكي وحش. انت اللي طلعت؟ نعم. يعني قصدي طلعتي امتى؟ وحشتني يا دعيم. وانت يا كوريا قوي. مش باين عليك يعني انك فرحان؟ اه يعني شوية كده. ايه؟ لا يعني ازاي يا كوريا؟ ازاي ده انا مزقطة؟ مش باين عليك يا ابراهيم. ما انت خطفتيني برضك. انا قلت اعملها لك مفاجأة. دي أحلى مفاجأة، ده إيه المفاجأة الحلوة دي؟ مش كنت تقولي طب كنا زفناكي من هناك لهنا؟ هي دي حاجة تعدي كده. عارف يا هيما؟ أنا طول ما كنت جوه ما كنتش بفكر اني عايز اخرج عشان اعلم على راموني الرميه السودا دي، لا. كل ما كنت اقعد لوحدي كنت اقعد افكر واقول يا رب والنبي خرجني ولو خمس دقايق بس امسك ايد الواد هيما وارجع تاني. حبيبتي حبيبتي يا كوريا بقى كان كل فين دبلتك يا كبداجي؟ فين الدبله؟ دبلتنا في جيبي في جيبي يا كوريا. وقبل ما دماغك توديك الحته شمال اساليني الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ معرفش. نعم. لا بهزر معاك يا كوريا، اصل وانا بسوي الاكل بتسخن وبتلسعني بتلسعني قوي يا كوريا. بس انا كنت هلبسها برضو يعني، ده انا لابسها هتروح فين؟ اهي شفتي يا حبيبتي. مالك؟ مش عارفه اصل انا مضايقه شويه، حاسه انه هايدي قاعده بتعاملني بطريقه رخمه اليومين دول. حرام عليكي، دي طول الوقت عماله تقول عليكي انك زي اختها بالظبط. حبيبتي لازم تقدري الموقف اللي هي فيه، انت عارفه شركتها واقفه والموظفين عندها عاملين لها صداع في دماغها. ماشي، بس برضه مش للدرجه دي، اصل الطريقه بتاعتها بقت مستفزه جدا. معلش استحمليها بس شويه الفتره دي، على الاقل لحد ما الازمه تعدي ونشوف هتعمل ايه في الشركه. نادر، انا عاوز اقول لك على حاجه. قولي. في واحده صاحبتي اشترت اوضه نوم فرنساوي من تركيا تحفه. وبعتت لي صور بتاعتها على الواتساب. حبيبي عاوزين نسافر هناك ونتفرج على العرش. اوكي مفيش اي مشكله. وانا اليومين جايين دول هنزل اشتري الهدوم بتاعت شهر العسل. عادي كده؟ ايه بتقوليها؟ عادي كده شهر العسل؟ عادي يعني. حبيبه قلبي ده هيبقى اجمل شهر في حياتنا، واوعدك هخلي حياتك كلها عسل في عسل. أنا اللي جبت أجلك، بس أعمل إيه؟ ولاد الحرام مسابوش ولاد الحلال يعيشوا في حالهم حتى، بس وغلاوتك يوم أنا ما هسيب حقي، وغلاوتك ما هسيب حقي. مين؟ حبيبتي يا كوريا، الحمد لله على السلامة يا كوريا. عامل ايه؟ نورتي بيتك، نورتي بيتك. بيت ايه بقى يا فهد؟ بيت ما بقالوش لازمة من غير أمي. الله يرحمها. أنا اللي قربت ميعادها من قهرتها عليا. معلش يا بنتي معلش. الأعمار بيد الله. مالناش في نفسينا حاجة. بس أنت غلطانة يا كوريا. أيوه غلطانة. غلطانة إنك رفضتي تقفي معاها في المحل. وانا كنت هشم على ظهر ايدي يا خال. انا كل الحكايه بس اني كان نفسي اشتغل مع الناس هلاوي على النت، معرفش انهم نصايب عايزين يفركوا الخلق تحت رجلهم عشان ايه علاقتك؟ معلش يا بنتي المكتوب مكتوب، بس انا عايز اقول لك حاجه. اوعي تكوني فاكره انك عشان شايله سابقه في السجن تبقي خلاص. الخلق كلاتهم هنا عارفين انك داخله السجن عن حق. حق ولا باطل بقى يا خال؟ هما يعني كانوا بيكتبوا في الفيش والتشبيه جنب السابقه والنبي كانت مظلومه؟ بس ورحمه ام يا خال، انا ما هسيب الولايه اللي اسمها ليلى دي ابدا، عشان الولايه دي افترت عليا ودخلتني السجن سنه ظلم، ده انا اتعلم عليها اني ثواب. يا بنت المكتوب مكتوب مهما طال الزمن، مهما طال
المهم يا كوريا، احنا عايزين بنت الناس نفرح بيكي وتتجوزي الواد الجدع اللي اسمه ابراهيم الكلب ده كده اللي استناك السنه بحالها. وهو هيك يا كوريا، هو هيكون الشمال اللي انت شفتيه في السجن ده هيكون زغل لعينيكي. انت بنت ناس وبتربي شمال يا خال، ولو كان ليا في الشمال كان ده يبقى حالي. بقول لك يا خال، في ناس كده هو زبطتها يمين، مهما الدنيا خبطت ولا رزعت فيها برضك زبطتها يمين، ما تعرفش تمشي في الشمال. ما شاء الله عليك يا كوريا، كده اقدر اقول لك حمد الله على السلامه. انت كده طمنتيني. المهم بقى، انزلي افتح المحل القديم بتاع امك ده وجدديه على مزاج مزاجك. تاني يا خال كوافير تاني؟ ما قلتلك 100 مرة خال انا دكر، ماليش في مرقعة وسهوجة الحريق، بتخانق بيجيلي كرشة نفس، ما بستحملهمش، ما عنديش خلق ليه؟ اشتري خلق واسع للناس عشان يكفيهم. انزل اشتغل تاني، في ايه دي؟ انت اللي اشتغلي وسندس هتعيش معاك هنا. سندس اللي ايش انتهي السنة بحلقة قاعدة معايا بحق ومرت اولادي اتخلقت انا كمان. ايه انت بتكروتني؟ ايه كمية الاخبار الزفت اللي انت جابها لي دي يا خال؟ خالتي سندس مين اللي تيجي تقعد معاي؟ وبعدين تعالى هنا انت بتقولي عايش في حق، يعني شايفت انا اللي عايشة في البيت الابيض يا خال؟ الله يرحمك يا غالية، الله يرحمك يا اختي. لسه فاكر نظرتك ليا وانت بتموتي؟ لسه كلمتك في ودني قلت لي كوريا مظلومه؟ قلت لك ايوه عارف. قلت لي سندس مظلومه وغلبانه ولازم الاثنين يعيشوا مع بعض في بيت واحد. الله يرحمك. بقول لك يا خال تعالى خال. الله يرحمك. ايوه ما هو الله يرحمها. تعالى بس اقول انا وصيت امي الله يرحمها دي ماشي على عيني وعلى راسي، بس امي كانت بتعرف ترعينا انا وهي، انا هعمل ايه فيها؟ انا احتاس بيه؟ سندس دي انت ما تعرفهاش، دي ربنا فاتح عليها فيها شيء لله. لما كانت عايشة معايا كانت الرزق من كل حتة. جربيها يا بنتي هتلاقي الرزق جايلك من كل باب. الله يسامحك يا خير، والله العظيم بجد عشان انت كده بتحملني فوطات. انا مش قلقان من ان السياحة هترجع تاني، لان انا متأكد ان شاء الله ان السياحة هترجع. ليه؟ لانه مفيش بلد في العالم زي مصر طالعة فارية زي امك، وعندنا مش عارفة تعيلنا على واحد مريش ونضيف زي ده ينضفنا وينقلنا من ام الفقر اللي احنا عايشين فيه. لا وقعتلنا في سنادر الدكتور نادر، لا وايه دكتور ومحامي في نفس الوقت، تفهميها ازاي دي؟ ونتن المرتين اللي جه زورنا فيهم جايب لنا فيهم ورد. ورد يا حيلتها، هنعمله شوربه ولا هناكله؟ يا باي يا باي ما بينزلش من زور. اهو ده بقى اللي لقيته وقع من الست هايدي، ما خدتوش لبيستو. انا هو انا كنت لقيت حد احسن منه يا بابا وقلت لا؟ هي كده طول عمرها بيضلها في القفص، من واحنا صغيرين بتاخد المنجايه كلها تاكلها وتسيب لي انا البذر. لا وايه، انا لازم اكل البذر ده وابقى مبسوطه كده وفرحان. انا بنت الشغاله بتاعتهم بقى. لا روح امك، انا مش مخلفك عشان اقعد جنبك والقف البذر اللي بيقع منك ومنها. انت تجيبي لنا القفص كله الهط فيه زي ما انا عايز وارمي البذر في الزباله. طب وانا بيدي ايه اعمله؟ طيب لا تعملي ولا ما تعمليش. بقول لك ايه، انت مزروعه وسط ناس بيدهوسوا على الفلوس بجزامهم، عالم عايشه في نعمه ما تستحقهاش. بقول لك ايه، انت تطلعي تنزلي تشقلبي حالنا اللي يعلم الكفر ده.
سندس جبتها لك اهي. سندس دي خالتك، اتحطيها في نن عينك من جوا ما تزعلهاش. لو قالت لك في يوم انها شافت القمر في المطبخ في الحلة قول لها شفته القمر في الحلة. قمر ايه وحلة ايه يا خال؟ انا ناقصة جنان؟ انت كده هتقلب لي شقة مرستاه. ما كفاية فيلم الكرتون اللي شغال في دماغي ده، عرض مستمر ما بيخلصش. سعد بيحب البيض. سعد بيض ايه؟ بيض ايه بتقول لك بيض؟ وبعدين مين سعد ده؟ اقعدي بنت مجنونة. لا 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 ما تخافيش ما تخافيش يا سندس. سعد مين؟ سعد الله يرحمه ابنها. اه الله يرحمه. بعدين دي مش مجنونة ولا حاجة. ما تكفيش ماشي ماشي اما نشوف اخرتها. بقول لك ايه، كوريا دي طيبة، كوريا دي تتحط على الجرح يشيط. انما انا حاسة ان انت اللي هترجعني القناطر من تاني. كلنا هنروح القناطر ان شاء الله ونركب عجل وحمير هناك. والله هركب حمار. انا هركبك حمار، اجمل حمار في القناطر هركبه لك. هيس هيس قول اي كلام عشان تلحق تجري. ارمي من على كتفك وزيح قوي يا خال. ها اسيبكم معافيه بقى وخليكم مع بعض. لا 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 ما تخافيش غير هدومك وروح. استنى ما تسيبنيش معاك. يا بنت انت يا بنت. نعم. عايز الصحن. ابتدينا. طب بقول لك يا سندس، بص يا سندس عشان نبقى على نور كده من اولها، انت تتمسي وتقولي يا مسا كده وتخشي تنامي والصباح رباح. انا اما اصحى الصبح هليفك ونحمي ونصبن ونرغي نعمل كل اللي انت عايزاه عشان ما فيهاش خلق دلوقتي يا سندس. ماشي جعانه. لا بقول لك ايه عدي يومك. عايزه ايه بس هتنوحي لي ليه دلوقتي؟ طب خلاص خلاص ما تزعليش ما تزعليش يا سعد. ما هنجيبه منين سعد ده؟ معلش حاضر انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. انت عايزه ايه؟ بيض. حاضر هعمل لك البيض. عايزه حاجه تانية؟ مقلي. حاضر اعمله لك عيون يعني. حاضر اعمله لك. سعد بيحب البيض المقلي. حاضر انا هقوم اعمل لسعد البيض عشان اخلص انا دلوقتي. حاضر عايزه الصحن. حاضر احميكي. حاضر تعالي بس خدي بول. عاوزه ايه تاني؟ تعالي. ايه انا حلوه اسمع عليك يا اختي. اخ يما الله يرحمك يا ماما. اتفضلي يا حبيبتي. تسلم ايدي كده. ده انتصار بألف هنا وشيف. وحشتيني روحي وقلبي وحياتي ودنيتي كل حاجه لي عمري. اقعدي. انا 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 بقى بيبي. انا بعشقك حبيبي. انا بحبك قوي. انت امتى هتبطل اوفر يا حبيبي؟ امتى انت؟ ما انا مش قادر طبعا. الله